ماشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكم يغرد تعليمي على والديه وحصة جديدة من حصص اللغة الإنجليزية لسن أولى متوسط. هذا وضعي إدماجية حول النواحي التي عند ماي فاميلي أولى متوسط. نبدأ. مع ترجمة كل شيء. Hello, my name is Yusuf. I am 11 years old. I am from Algeria and live in Annaba. I am pupil at Dalman Middle School. My father is a doctor and my mother is a teacher. I have two brothers and one sister. ننتقل إلى الترجمة. Hello, my name is Yusuf. مرحبا، اسمي يوسف. I am 11 years old. عمري 11 سنة. I am from Algeria and live in Annaba. أنا من الجزائر وأسكن في عنابة. I am pupil at Dalman Middle School. أنا تلميذ في متوسط الدربان. My father is a doctor and my mother is a teacher. أبي طبيب وأمي معلمة. I have two brothers and one sister. عندي أخوين وأخت. Hello, my name is نكتب اسمنا. I am نكتب عمرنا. Years old. I am from Algeria and live in نكتب مدينتك. I am pupil at نكتب متوسطة. My father is a تكتب مهنة أبوك. And my mother is تكتب مهنة أمك. I have تكتب عدد إخوتك. Brother is تكتب عدد أخواتك. Sister. وهكذا بدأ كل قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. فأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. جالس يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.